عايزين نقول حاجه. احيانا اسامه وانا احنا في البدايه اصلا اي اهلاوي هو مشجع كتير جدا بنتسال ليه، يعني بيبقى في حالات انت بتوصل لها من العصبيه ومن الشغف ومن الفرحه بيتقال ليه. والله يا جماعه اللي حس وعاش حكايه النادي الاهلي هيعرف ان احنا مدينين بالفضل لاغلب لحظات الحياه اللي عشنا فيها سعاده للنادي الاهلي. فمهما كان شعورك مع النادي الاهلي مش هتقدر توفيه حقه، وده كمان اللي عاشه مشجع درجه ثالثه دايما بيكون موجود مع النادي الاهلي في كل مكان، وهو فناننا المبدع برضو احمد فهمي. ودايما كده فناني الاهلي مبدعين، لان فراج كمان من الناس اللي انا بحبها جدا، شخصيه مؤنس كلنا استمتعنا بيها، وكمان فهمي ادواره بيحاول دايما يكون فيها تنوع بيثبت انه ممثل كبير، بس كمان هو اهلاوي كبير. نطلع ونشوف الفيديو وهنا الزاهد كان ايه احساسها وهي بتشوف مشجع درجه ثالثه. لقاءات في الشهر واحد من 25/7 ل 25/8. المشكلة إن هي شايفة إن هي بتقول إيه، هو بيتحول لكائن غريب، هي شايفة إن ده شعور مبالغ فيه، إحنا أحيانًا بننزل بالنجفة من السقف للأرض وبتحصل حاجات بتكون فيها على فطرتك الأهلاوية اللي مستحيل تحس بشعور من المتعة والخوف على النادي الأهلي والقلق والفرحة بالنادي الأهلي زي اللي بنعيشه مع الأهلي. الأهلي حياة بالتأكيد، الأهلي حياة.